اختفاء كوكب ووكالة ناسا لم يمكنها أن تجد تفسيرا لهذا. مرحبا أصدقائي في فيديو جديد اليوم. اكتشفت وكالة ناسا كوكبا في الفضاء، ولكن حدثت ظاهرة غريبة ولم يجد الجميع تفسيرا لها، وسببت الكثير من الارتباك ليس فقط لوكالة ناسا ولكن لجميع علماء الفلك في العالم. وهذه الظاهرة هي اختفاء هذا الجسم الفضائي، ولم يعرف الجميع كيف حدث هذا. تم اكتشاف هذا الجسم السماوي في عام 2004 عن طريق استخدام أجهزة التلسكوب، ويقدر حجم هذا الكوكب بما يعادل حجم كوكب المشتري، وتم إطلاق اسم هالو في سي على هذا الكوكب، وله حلقات حلزونية أكبر بكثير من الموجودة على كوكب زحل. ولكن في عام 2014 لم يستطع العلماء العثور عليه مرة أخرى، وفشلوا في تحديد موقعه. ورغم تجربة كل الطرق المعروفة لرصد الكواكب والأجسام الكونية لم يصلوا لأي نتيجة، وأصبح التوقع الأكبر هو اختفاء هذا الكوكب. وبدأ جميع العلماء في البحث عن إجابة لهذا السؤال، هل يمكن لكوكب أن يختفي تماما؟ وقام العلماء بتوقع بعض الفرضيات، ربما تكون الإجابة مثل أنه من البداية ربما لم يكن هذا الكوكب ولكن ظاهرة سماوية وتم رصدها عن طريق الخطر بأنها كوكب، وقد اختفت مثل سحابة كبيرة أو غبار ناتج عن تصادم جسيمين كبيرين في الفضاء. ولكن قد أشار الكثير من الخبراء أن هذه الفرضيات نادرة الحدوث جدا، ويصعب أن يكون التفسير الصحيح لاختفاء الكوكب، ويرجع هذا إلى أنه إذا كان هناك حقا تصادم بين جسمين كبيرين في نظامنا الشمسي، فمن الطبيعي أن يكون هذين الجسمين معروفين لدينا، فالفضاء في المجرة مراقب من الخبراء، وكذلك تصادم ينتج عنه غبار بحجم أكبر كوكب في المجموعة الشمسية لابد أن يكون من أجسام أكبر بكثير من الكواكب والأجسام التي لدينا. وظهرت آراء مضادة بناء على فيديو لوكالة ناسا لتصادم جسيمين كبيرين في نظام نجمي آخر، وربما يكون هذا الكوكب ناتجا من تصادم لأجسام من خارج المجموعة الشمسية. ولأسباب غير معروفة تحركت هذه الظاهرة السماوية لتظهر في عام 2004، وبفعل الوقت لمدة 10 سنوات استمرت في التبخر حتى اختفت تماما عام 2014. ولكن حتى هذه الفرضية فشلت في إقناع الكثير، وهذا ما يجعلنا ندرك أن هناك الكثير من الأسرار في عالمنا لم نصل إليها حتى الآن، ولا حتى وكالة ناسا بما وصلت إليه من إنجازات علمية استطاعت أن تصل إلى تفسير لهذا الأمر. ويبقى الكون حافظا لأسراره وحده، وتبقى الخليقة بأكملها شاهدة على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع أصدقائك على مواقع التواصل الاجتماعي، وضغط زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات، وأيضا ليصلك كل ما هو جديد لدينا. وشكرا للمتابعة، وإلى اللقاء.